السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نصيبو فتات شطبة بالطريقة الأمازيغية. كما كتشوفوا هنايا أنا راه عجنت العجينة بالزرع وتنحاول ندلك فيها مزيان. من بعد ما غادي نكملها غادي نحاول أنها نقطعها قريصات صغار. أنا غادي ناخد 4 ديال القريصات اللي عطتني زلافة كبيرة. كما تتشوفوا بعد ما غادي نقرصهم ها هما كاملين، غادي نحاول انني نقرصهم بطريقه رقيقه حتى كيوليو ليا بحال شكل الورقه باش ما يجونيش غلط ملي غادي نديرهم يطيبوا ليا في الحليب. كما كتشوفوا هنايا انا بسطتهم مزيان بالطريقه اللي انا هذه الطريقه الخاصه ديالي ديال التقراص. من بعد ما غادي نكملهم كاملين غادي ارجع معكم. كما كتشوفوا هنايا انا كملتهم كاملين وبسطتهم. غادي نحاول كما كتشوفوا هنايا انا خديت واحد المقيله خليتها على نار هادئه ودوزتهم على غير نشفتهم. ودابا كما كتشوفوا انا خديت مقاس وكنحاول انني نقطعهم على شكل مربعات رقيقه. بعد ما غادي نكملهم غادي ارجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه ديال الطبخ. كما كتشوفوا هنايا انا راني كملتهم ودرت اطرونس ديال الحليب في طنجره وخليته حتى يغلى مزيان يعني يفيض. ومن بعد غادي نضيف عليهم دوك الطريفات اللي قطعت ديال العجين اللي نشفتهم في المقلاه وغنضيف عليهم شويه الملح، قليل من الابزار وكذلك قليل من زيت الزيتون. هاد الوصفه هذه البنات اولا هاد الشوربه كتجي لذيذه 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 وخصوصا في هاد البرد هذا. وغادي نخليها تطبخ حتى تشرب داك الحليب كامل وتجيني خاسرة. ومن بعد ارجع معكم للتقديم. كما كتشوفوا هنايا انا راني وجدتها ودرتها في صحن كتجي لذيذة. نتمنى انكم ديروا لي جيم سبسكرايب ابوني وتفعلوا مع القناة ديالي باش دائما يوصلكم الجديد. معكم مطبخ نعمة ام جنان.